حياكم الله من برنامج مورنينج لايف، يوم أربعاء سعيد على كل من شاهد قناة السومرية. دائما مورنينج لايف جاهزين بمحاورنا المهمة التي تهم المجتمع العراقي وأكبر شريحة بالمجتمع الشباب والبنات. دائما نحاول نطرق إلى مواضيع مهمة تشغل حياتنا ونحاول البحث عن الحلول المناسبة. بداية، كيف يمكننا حماية أنفسنا بشكل أفضل في بيئاتنا على الإنترنت؟ راح يكون يانا مختص بحوكمة وأمن تكنولوجيا المعلومات الأستاذ علي أنور. ماذا من الضروري للصحة والعافية على المدى الطويل تحقيق التوازن في حياتنا، وكيف يمكننا تحقيق التوازن أكيد بحياتنا؟ راح تكون ويانا الدكتورة بتول محمد، باحثة اجتماعية، وأكيد أهم أحداث السوشيال ميديا المحلية والعربية والعالمية، وأيضا المواهب الشبابية تستحق إلى الدعم، ودائما مورنينج لايف يبحث عن هؤلاء المواهب لدعمهم بالشكل الصحيح. ويانا راح يكون الممثل علي الماجد وايضا الشاعر سجاد عماد. بدايه راح نتكلم عن ماذا من الضروري للصحه والعافيه على المدى الطويل تحقيق التوازن في حياتنا، وكيف يمكننا تحقيق ذلك. دائما نحاول أن نحقق التوازن بحياتنا العملية والشخصية، ونحاول البحث عن التأثير الحقيقي لتحقيق التوازن الحياتي على الصحة. أهل الاختصاص أكيد حاضرين، الدكتورة بتول محمد، أهلا وسهلا بيك، تفضلي. حياك الله، نورتي مورنينج لايف، أهلا وسهلا بيك دكتورة. السلام عليكم. دكتورة بتول منورة. عليكم طبعا السلام. أنا مو دكتورة، عفوا. نعم. ست بتول. ست بتول أكيد، أعتذر. بداية ست بتول، دائما نحاول أنه نحقق التوازن بين الصحة والعافية والحياة الشخصية بحياتنا، لكن للأسف مع التطور اللي صاير ومع المسؤوليات اللي زادت ست بتول، ومع الانفتاح اللي بدون حوكمة وبدون يعني بطريقة كلش كبيرة إجانا، حتى بدون توازن، بالتالي اختل التوازن ما بين الصحة والعافية، اختل التوازن ما بين التفكير بحياتنا الشخصية، ترتيب حياتنا الشخصية، إدارة الوقت، ماذا تحتاج الصحة. دائما نبحث عن التوازن الحقيقي بحياتنا. برأيك كيف تتحقق التوازن أو نحقق التوازن بين حياتنا العملية والشخصية؟ بداية السلام عليكم. طبعا انا يسعدني التواجد المره الثانيه معاكم. اهلا وسهلا. الفكره هي من الموضوع، انت لاحظتي الفكره من الموضوع شنو؟ الموازنه. الموازنه بالحياه، لازم انت تنظمين حياتك بين العمل وبين الحياه وايضا العاطفه. نعم. لان احيانا تشوفين ان اغلب الناس العاطفه تاثر على الشغل مالتهم، على العمل يعني. الموازنه الفكريه، أنا اليوم من أريد أعيش بصحة وبحياة مثلاً مستقرة متوازنة مادياً اجتماعياً مهنياً عاطفياً من كل شيء، صحياً أهم شيء، لازم تكون عندي خطة، لازم إدارة للوقت، أدير وقتي، أعرف أنظم وقتي، أعرف أنظم عملي في حدود أنه ما يتجاوز هذا العمل حدود وقتي مع أسرتي مثلاً. اليوم دا تشوفين على الأغلب أنه هواي جوانب في الحياة، جانب عن جانب دا يطغي على الجانب الآخر. مثلا جانب العمل عندك انه انت مثلا لازم وظيفتين، نقول مثلا في اليوم الواحد او خلال الشهر هو كله، يعني انت لازم وظيفتين، فما تقدرين بعد تنسقين بين الجوانب الاخرى في الحياه. اكيد. شلون؟ الجانب الصحي مهم، اذا انت اهتميتي بالجانب العملي الجانب الصحي راح يبدي عندك يعني بالاهمال وبالانهيار تدريجيا، انت صحيا راح تتعبين، ما راح بعد تقدرين تقاومين هذا الجانب، ما راح ينشط عندك هذا الجانب. عندك الجانب المهني، الجانب المادي، الجانب العاطفي، الجانب الشخصي، الجانب العلمي، هي هواي جوانب. دائما يصير عندنا اختلال انه شلون ندير الوقت او كيفية تنسيق الامور المهمة الاهم. دائما احنا يعني الحياة مسؤوليات كثيرة، سابقا نشوف اهلنا نشوف مسؤولياتهم اقل، هسه احنا الاهتمامات كثرت بصراحه ست بتول، مدى نعرف شنو الصح من الغلط، مدى نعرف وين مصلحه صحتنا او وين مصلحه حياتنا الشخصيه او وين مصلحه حياتنا العمليه وايضا العاطفيه، صار اختلال شيء داخل بشيء. برايك ما هو تاثير
تحقيق التوازن الحياتي على الصحة بداية على الصحة؟ خلينا نبلش. تأثير التوازن على الصحة، أنت هسه اليوم أنا مثلاً عملي منهك، يعني عملي شاق جداً، أكو عالم عندها أعمال خفيفة وأكو عالم عندها أعمال ثقيلة. نعم. الأعمال الخفيفة يجوز أنا أخذ هذا العمل الخفيف، لكن صحيح المردود المادي يكون خفي يعني بسيط، إنما أنا مرتاحة جسدياً يعني ما أخذ كل وقتي. بس إذا أخذ عمل شاق مثلاً من ناحية إحنا حتى النساء مو فقط الرجال، يعني يكون عندنا عمل شاق مثلاً كالتدريس، عندك يكون عمل شاق جداً أكيد لأن جداً. هذا يستهلك طاقات، صحيح، طاقات روحية وطاقات نفسية وطاقات جسدية مع فكرية 100%. اليوم أنا أستهلك هذني كلهن، شلون الصحة مالتي بعد راح تكون؟ اعتيادي راح يبدي عندي إخفاق في الجانب الصحي، فلازم أوازن بين العمل مالتي، حدود طاقاتي أنا شنو، طاقتي أنا مثلا كل إنسان ترى هو الإنسان عبارة عن طاقة، طاقاتي أنا شنو مثلا، إن كانت طاقتي محدودة أخذ شغل على قدي، يعني ما أخذ شغل فوق مثلا مستوى مثلا طاقاتي الجسدية والفكرية، أنا مثلا ما مؤهل أنه أدير هذا العمل، ليش أخذه وأتعب جسدي يعني أتعب فكري. هي اليوم هنا إذا تريدين تحافظين على الصحة مالتك أنت لازم تعرفين حدود طاقاتك الجسدية والفكرية. هي كيفية التطبيق ست بتول، يعني احنا يمكن هسه نقول انه انا اليوم احس بتوعك، ايش راح اقول؟ اقول لا الشغل مو مهم، صحتي اهم، لكن لا اللي صاير بالواقع والحقيقة واللي دارج ببيوتنا واهلنا واصدقائنا انه دا يفضلون المسؤوليات المادية والعملية على الصحة، انه لا بعدين افحص او لا بعدين اشوف صحتي ايش بيها او شنو اعاني. مرات الالتهاء وكثرة المسؤوليات يصير مثل التخدير للجسم، يتخدر مؤقتا لكن النتيجة تطلع بعد فترة. يعني انت ظليتي تهملين زادت عندك الحالة مثل ما ذكرتي قبل شوية، صار انهيار بالصحة بالتالي او اخفاق، بالتالي بعد فترة انت خلاص راح تفقدين كامل طاقتك. فاليوم احنا شلون نوعي شبابنا وبناتنا وايضا الكبار بالسن اللي عندهم اطفال ومسؤوليات، وخاصة هسه كثرت، يعني هسه الاطفال مدارس خاصة، مسؤوليات، تدريس، يحتاج خريطة ذهنية تشغلين عقلك، خريطة ذهنية انه انت اني شنو محتاجة، اني شنو اليوم اللي يريحني. مثلا هن سبع نقاط، سبع جوانب اعتيادي، الجانب الصحي، الجانب العملي، المهني، الجانب الخاص أيضا مهم للإنسان، لأن تلاقين الإنسان مثلا في خضم كل هذه الاهتمامات يهمل الجانب الشخصي اللي هو أهم شيء، الجانب العاطفي عنده مثلا حياته الزوجية الأسرية مثلا علاقاته تواصلاته مع الناس. كيفية الإدارة أنه يكون عندي مخطط، خريطة ذهنية. الخريطة الذهنية أنا ما راح أتعب، أنا أنطي لكل ذي حق حقه مثل 100%. فإن لبدنك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، هو يعني هواية بالضبط. بالبداية أول ما يبدي عمرنا وندخل بالحياة العملية حتى نحقق التوازن النفسي والتوازن الحياتي، نركض، نبلش نبني، نأسس، نخاف على نفسنا من السقوط. خلينا نتكلم على التوازن، أو هل هناك عمر ضروري يتم تحقيق التوازن بيه؟ دائما إحنا بعمرنا نخاف للعمر يمشي بينا وإحنا ما محققين شيء. نتكلم من بيئة عراقية. أكيد. أنا دائما بكل يعني المحاورات أتكلم من بيئتي أنا العراقية. إحنا نختلف عن الدول العربية أساسا، الدول الآسيوية أيضا. نعم. إحنا بيئتنا العراقية، إحنا وضعنا الاقتصادي مو تمام. اليوم ندخل في عمل ما تعرفين باكر أنت تجي كفاءة. ماكو ضمان. تجي كفاءة أحسن منك إذا ما انطيتي مجهود زايد. إذا ما انطيتي وقت زايد، أنت شنو هذا؟ إذا ما تميزتي أكيد يجي شخص أفضل منك. تجي لأن البطالة كثيرة عندك في بلدنا. صحيح. الجانب الاقتصادي راح يخليك متوترة دائما على أعصابك، أنه لا تجي مثلا يعني كفاءة أفضل مني وتاخذ مكاني، خلينا نحكيها بالعامية الشكل. فأنت تكونين هنا مضغوطة، شلون راح تحققين التوازن من الناحية الصحية ومن الناحية المالية ومن الناحية المهنية ومن الناحية العاطفية؟ هن جوانب الحياة أنت اللي محتاجتهن. يعني اليوم شلون أنا راح أوازن بيناتهن وأني ما مستقر في عملي؟ وما راح تقدرين بمجتمعنا العراقي، ما نقدر نوازن هذا، أنه أنا والله صغير ألحق على نفسي أسوي لي مستقبل. لا، هذه أنا ما أصور هذه الفكرة أنه تكون ناجحة، لأن أحيانا العالم تبدي متأخر في حياتها وتنجح في مراحل، يعني كان حتى لو بكرت بيها مبكر ما تنجح. بس هو هذا الشاغل، يعني الحاصل والشاغل بال أكثر الشباب والبنات. يعني مثلا أنا عن نفسي، يعني طبعا كمثل أنه أنا عمري دخلت الثلاثين،
بالتالي هنا أنا أفكر أنه أنا شلون أسس، شلون أبني، شلون أحقق سند بحياتي. دائما العراق خاصة بالمجتمع العراقي لا يوجد ضمان طبعا، لا توجد استقرار أمني مثلا. يوم تحسين الوضع الأمني مستتب مستقر ما تعرفين، فبالتالي أنت بحيرة من أمرك خاصة بالمجتمع. اليوم الشاب العراقي يريد يحاول يحقق التوازن النفسي لنفسه. أيوة. كيفية تحقيق التوازن النفسي هاي مشكلة بحد ذاتها. إحنا مو مشكلة من أيس خطية هذا الجيل ونقول، بس إدارة الوقت مهمة. اليوم أنا مو كل برا مثلا أدور عن شغل، ولا أنا أشتغل وأركض منا وأجي منا وناسي نفسي وناسي أهلي وعائلتي. نعم. ووالدتي إذا مثلا شاب ما متزوج، أو علاقاتي الخاصة أيضا العلاقات العاطفية تفشل إذا أنت مهتمة 24 ساعة بعملك وما عندك هذا الجانب العاطفي اللي هو أساس حياة الإنسان والارتكاز الأول اللي ترتكز نفسيته عليه مثل ما يقول. فلازم إدارة الوقت تكون عندك حلوة، يعني تحاولين قدر الإمكان أنه أنت تنظمين وقتك، تنظمين إدارة الوقت. شلون نحقق التوازن بالوقت؟ يعني هاي المشكلة، هاي المشكلة الكبيرة. ترى أكثر شبابنا إحنا ما نريد اليوم أكيد نحط نظرة سوداوية وطاقة سلبية، بس هو الواقع اللي صاير أنه الشباب خلاص عايفين وقتهم لله، انه يلا شو ما الله يمشينا او نقول القدر. القدر هو وقسمتي بهذا المكان خلاص. ما صايرين هم يدورون على تنظيم وقتهم. خلاص اروح للكافيه اقعد 6 ساعات 7 ساعات ارقيله ما اعرف ايش مع اصدقاء مع مجموعات مجاميع ماكو عندهم اهداف بالحياه، بالتالي انا ضيعت وقتي وضيعت عمري. هذا وقت وملها يعني هذا الواقع. شتات فكري يشتت. هذه حسن الإدارة الوقت تعتمد عليك أنت وعلى إرادتك أنت. إذا تريدين توصلين وتنجحين وتكونين مع الناس الناجحين فممكن تخليلك خطة تمشين عليها. أما أنت إذا ما تريدين والله تمشين مع هذا الجانب الصح والناجح في الحياة وتكونين عادي إنسان عادي كأي إنسان عادي طبيعي يعني جدا، أو ما نقول طبيعي، إنسان عادي مو ذات قيمة مو ذات أهمية، فهذا يعتمد عليك أنت. إذا تريدين توصلين في مراكز معينة أو تطورات علمية مثلا أو تطورات مكانية في العمل، أنت تديرين الوقت، أنت تنظمين نفسك، تخلين آلية هيكلية لحياتك. يعني شلون واحد يوضع خطة مدروسة ورقة وقلم اعتيادي، أنا اليوم أسوي جدولة أجدول حياتي لازم هالشكل، هذا الوقت لهذا الجانب وهذا الوقت لهذا الجانب، ما يصير جانب عن جانب يطغي. جانب الملهات اليوم أنا مضيعة وقتي مثلا في الكوفي مثلا او في التسلايه او على اليوتيوب او مع الصديقات، طيب اني وين مستقبلي؟ مستقبلي اني بهيجي حاله شو راح يكون وضعه؟ هذا الاداره تبدي من اداره النفس انت من الداخل، يعني التنمويه الذاتيه. البعض يحاول تاسيس حياه خياليه لنفسه، يعني باكر اني راح اصير وراح اسوي، هو قاعد بمكان أني شخصيتي قوية، أني إذا أدخل بهذا المكان أصير نمبر وان، أني 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 أني، وبالأخير هو دي أسس نفسه حياة خيالية. وإحنا كلنا نبحث عن إعجاب الغير، الجميع يحاول أنه يبرز نفسه يقعد بمجموعة ويبرز نفسه بأكاذيب وحياة كلنا خيالية. لا الأغلبية إذا تأسف أكثر الأغلبية الأغلب يعني إحنا القلة القليلة اللي تحاول تحقق توازن حياة واقعية صحيحة بها واقع بها حقيقة. هاي المشكلة اليوم، شلون نخلق حياة أو توازن بحياتنا الواقعية صحيحة، نكون حقيقيين لنفسنا، نعرف شنو نريد، نعترف بأخطائنا. إحنا الاعتراف بالخطأ فضيلة، معروف هذا الشيء. هذا الشيء إحنا كلنا لازم نقعد اليوم نراجع نفسنا ونقول إنه إحنا لازم نبتعد عن الحياة الخيالية اللي احنا نسولف فيها الغير. طيب احنا تكلمنا لازم ولازم، بعدها شنو؟ بعدها التنفيذ هنا راح يبدي عندك. لازم على الواقع لازم تنفذين انت الجانب اللي انت محتاجته انه ترممينه. مثلا شنو عندك اليوم؟ قلتي اني راح اقوم على نفسي واسوي لي والله مستقبل. الجانب اللي اني مثلا اعاني منه اريد ارممه شنو؟ الجانب الصحي. فرضا انت صحتك مو تمام، لازم اهتم بالجسد. الجسد شنو معناته؟ اشوف الجسد اني مالتي شنو محتاج. محتاج قيلولة، محتاج راحة، محتاج نوم، محتاج بعدها غذاء مثلا، محتاج رياضة إذا كلش مشي. أهتم بالجانب العقلي، ممكن شنو نواقص مثلا الإنسان أنت قلتي هسه أنه يهتم. أهتم بالجانب اللي أنا أشوفه مفقود عندي، الجانب العقلي مثلا، أغذي عقلي، أنمي عقلي بالمواهب مثلا، بالقراءات والكتب والمقالات مثلا على اليوتيوب، أتابع فيلم مثلا
يسمونها صوتي، اكو افلام صوتيه هذه مفيده للانسان. يعني شو افلام صوتيه؟ عفوا روايات صوتيه، عذرا، روايات صوتيه انه تسمعينها في اوكي صوت. القراءه الصوتيه، قراءه نعم. صوتيه هذه انا افضلها دائما، ليش؟ لان تبقى مخزونه بالعقل. طيب انا اليوم عندي الجانب العاطفي مو تمام، ما متوازنه الاغلبيه. زين انا ما متوازنه عاطفيا، شلون راح احكي للعالم؟ شلون اتواصل مع المجتمع؟ انا اذا ما عندي نجاح من الداخل وما متوازن هذا المود العاطفي عندي وما متشبع بتفاصيله يعني الكامله، راح يكون عندي نقص ظاهر وباين برا في تعاملاتي مع العالم، راح يصير يعني واضح ومبين على شكلك وعلى شخصيتك ايضا والتصرفات. بتقول الحياه العاطفيه هي مشكله بحد ذاتها على مجتمعنا العراقي وشبابنا وبناتنا، عايشين باوهام كثيره. خلينا نروح الى الشارع العراقي نشوف استطلاع مع زميلتي نور الجميلي كيفيه الحفاظ على التوازن، او هل من الضروري انه الصحه والعافيه على المدى الطويل تحقيق التوازن في حياتنا، وكيف يمكننا تحقيق ذلك؟ تفضلي نور. مساء الخير والسعادة على كل متابعي برنامج Morning Life. موضوع استطلاعنا اليوم هو عن الموهبة والعمل بجد، أيهما أهم؟ خليكم ويانا نشوف آراء الناس في هذا الاستطلاع. شنو ياكل أكل صحي غير؟ أكو غيرها؟ والله الرياضة حسب المجال، بس احنا دا نمشي هواية أهم تعتبر رياضة. يعني برأيك المشي والأكل صحي؟ المشي وأكل صحي، تشوفين شلون مكرشان من الأكل الصحي. والعامل النفسي؟ والله العامل النفسي طبعا له دور كبير العامل النفسي. والله هو الحفاظ على الصحه ان يكون يعني الالتزام بالطعام، يعني يقوم يحسب حساب بان هذا يؤذي هذا ما يؤذي، فهي الحفاظ على الصحه. او من يدخل المكان مثل مجمع سما غيره فحافظ يعني على نفسه من التلامس، خاصه هاي الامراض جاي تجي بالاونه الاخيره. الرياضه والاكل الصحي بس. العامل النفسي طبعا اكيد العامل النفسي لازم يعني يحافظ على حالته النفسيه بصحته تصير زينه. طبعا بالاكيد بالنقطه الاولى هو لازم يهتم بالغذاء، اهتمام بالغذاء، نوعيه الغذاء حسب العمر، كل ما يتقدم العمر النظام الغذائي لازم يتغير. هاي نقطه. النقطه الثانيه اعتقد الرياضه جدا مهمه، ايضا ممارسه الرياضه هاي اعتقد ثقافة شبه مفقودة عندنا بالمجتمع العراقي، مو مثل المجتمعات الثانية. اكو مجتمعات تهتم جدا بالرياضة، الرياضة يعني عفوا التعرق اللي يصير اثناء الرياضة هو يزيل كثير من السموم الموجودة بالجسم. بالمشي، بالجري، بالهرولة، بالرياضة الصباحية، بالدهونات خاصة اذا بالاكل يقللون الاكل من عده، وتلقين بعض الاحيان اغلب الكبار بالعمر يسووا هاي المشويات وما مشويات. وصلنا وياكم لنهاية استطلاعنا لهذا اليوم لبرنامج مورنينج لايف من الجمعة. شكرا نور على هذا الاستطلاع. أغلبية الشباب وأغلبية الرجال الكبار بالسن والنساء الكبار بالسن منهم قالوا أنه أهم شيء تحقيق التوازن، لكن كيفية التطبيق؟ هاي إحنا حكينا أنه أنت دير وقتك، حكينا أنه شلون نخلق التوازن النفسي، التوازن الفكري، العملي وغيره. خلينا ننتقل إلى التوازن العاطفي اللي هو أكثر شبابنا واقعين بمشكلة كبيرة، العلاقات السامة الغير الحقيقية الخيالية اللي أنا أدخل بعلاقة ما بها هدف، لا يوجد زواج بنهاية المطاف، علاقات محرمة نوعا ما، علاقات عشوائية، علاقات سامة، بالتالي أنا لا يوجد هدف. وحتى أكو شخص مثلا إحنا نحبه وعندنا مبدأ ومعتقدات وممكن نغير، هي هاي المشكلة الكبيرة أنه أنا أغير مبدأي ومعتقداتي الخاطر هذا الشخص. هذه تعتمد عليك أنت يعني كشخص، إحنا نحكي هسه من باب أنه شخص يعني هو أو هيك جانب، يعني الاسترسال فيه في الكلام شوية صعب، لأن أنت من تمشين مع أو تأخذين خطى شخص هو أساساً ما عارف شو يريد، هو أساساً شخص تقولين طاقاته سامة وسلبية، سلبي بحد ذاته مثلاً، يدي يفرض عليك آراء هي آراء صحيحة حتى تنفرض مثلاً عليك تأخذين بها. طيب أنت ككيان كإنسانة أيضاً لازم تكون عندك آرائك إلك الخاصة وعندك شخصيتك وكيانك، احتياجك أنت من هذا الشخص شنو أنت محتاجة؟ على قد احتياجك تحتاجينا. إذا أنت ما محتاجته في أمور ممكن تتخلي عنها بسهولة، التشابه الفكري، التشابه اللفظي، أحياناً تكون التشابه الخلقي، إذا هو ما متكافئ معايا مثلاً خلقياً، ما متكافئ معايا فكرياً، ماكو أي لغة خاصة بينه وبينه مثلاً، كيف أنا أربط نفسي مع شخص
ما موالمني، ما مناسبني. يعني شنو الداعي إلى هذه العلاقة حتى تاخذ ابعاد طويله وايام وسنين وليالي وتفكير؟ ثم اكثر شبابنا وبناتنا يعني الاغلبيه قلت وعي. يعني تضغط على نفسها، تضغط على نفسها في سبيل انه تنتمي لشخص. هي البحث اي تنتمي لشخص، تنتمي لشخص، تنتمي لشخص. يعني طيب استحقاقها هي شنو حتى هاي تنتمي المشكله لشخص؟ وهاي هذا السؤال انت يعني اليوم لازم المراه تسال نفسها. هي المراه، هي المشكله بالمراه، مرات المشكله بالمراه. انت عافيه من هذا الجانب، بس احنا بنريد نحكي عن جانب المرأة. يجوز يزعلن النساء من لا لا واقع، احنا اليوم من مورنينج لايف احنا نريد نصيحة من عندك. يعني ان شاء الله باعي انا هسه مثلا اريد ارفع استحقاقي، بس ما يرفع استحقاقي رجل، ما ترفع استحقاقي مادة، ما ترفع استحقاقي مثلا سيارة موديل او منصب مثلا. الاستحقاق يبدا من الذات، اني اقيم نفسي، اني اشوف شنو احتياجي من هذا الشخص، اذا موجود بي امشي معاه في علاقة واسترسل تاخذ على المدى الطويل. لكن اكو نقاط، واحدة اثنين ثلاثة تخليني انت من يدير العلاقة مثلا؟ انت تديرين العلاقة ام هو يدير العلاقة؟ هنا اكو سؤال. اذا انت تديرين العلاقة راح تنظمين امورك، يكون اكو توافق. اما اذا انت والله شلون بالعامية مسحولة ورا هذا الرجال ما تعرفين شنو هو، ومشيش على هوا وعلى مزاجه، لبسي هالشكل روحي هالشكل، لا تسولفين هنايا، لا تقعدين هنايا، لا تشتغلين هذا الشغل، كيانك وين؟ استحقاقك لنفسك ما راح يكون مع هذا الشخص، راح يكون عنده هذا شلون احنا تشتت عاطفي، عدم توازن عاطفي، ما راح يخليك مستقره عاطفيا. راح يسبب هذا علاقات سامه ومبينه واضحه. ليش النتيجه شنو راح تصير؟ النتيجه انت تفشلين كانسانه، راح تعيدين ادراجك، تبدين من جديد مع شخص اخر وفاشل ايضا. ليش؟ لان انت فك التعلق ما سويتي، لازم تسوي فك التعلق من هذا الشخص حتى ما تجيش الطاقات السامه. هي كلها طاقات، حرفين هي كلها طاقات. والمشكلة الكبيرة هو الجانب العاطفي الشاغل. حتى ما يتكرر الشيء عندك بالضبط، الشاغل شاغل بال أكثر الشباب. ما يتكرر الشيء عندك، لازم تفكين التعلق مع هذا الشيء، مو شرط يكون رجل، مع هذا الشيء. يجوز أنت مثلا متعلقة بشيء معين. هو يقول لك المشكلة مو بالحب. أي إحنا كلنا أوكي أحبك أحبك، هاي الكلمة تنقال. المشكلة إذا أنت مريتي فترة ويا هذا الشخص صار تعويد، عبالك تصير حالة نفسية عند الإنسان. أنا ضد هذه المفردة، أنه اليوم أحد مثلا يقول للشخص أنا أحبك هو مواثق من هذه الكلمة. لازم تكون صادق بها تماما، لأن هي مو لعبة المشاعر، ترى استنزاف للوقت يعني، ومضيع للوقت مرات. فلازم تكونين أنت متأكدة من هذه العاطفة تماما حتى بعدين تلفظين هذه الكلمات. بس هي يجوز هذه العقول بعد اللي متواجدة حاليا ما تعرفين شلون تقنعينها. هي المشكلة. التوازن اللي يتحقق بأكثر البيوت العائلة. نعم. خلينا نروح على العائلة، هي البيئة الأولى اللي بالضبط البيئة الأولى اللي ممكن إنه الإنسان يتعلم منها التوازن. إذا كان أبوه خلق التوازن بالعائلة كحب، مسؤولية، اهتمام، رعاية. الأم التوازن إنه مكفي أولادها بالحنية، بالعطاء، بالاهتمام، النصح، ابداء الرأي، اصادق اطفالي، اصادق ابني المراهق. المشكله كلمه المراهقه عندنا وصمه عار بالعراق، هاي مشكله كبيره. الاغلبيه يعني هذا مراهق، هذا ما يفتهم مراهق، بس هي بالضبط البيئات. خلينا نتكلم على كيفيه انه نحقق التوازن لعائلتنا واولادنا. هو نرجع لتنظيم الوقت. انت اليوم والدك مثلا يعمل عمل شاق جدا، راح يجي ايضا متعب منهك. نعم. طيب كيف يغذي باقي الجوانب اللي هي مثل الاهتمام بعائلته، الاستماع مثلا لزوجته، الاستماع لابنائه مثلا، اليوم شنو صار وياك، اليوم شنو مثلا عندك مشكله. احيانا تخفى على الاب هواي امور بسبب والله شغله متعب، ما نقدر نقول له فلان شغله خطيه تعبان، او لا 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 تحكي شنو ابوكم يعني لانه تعبان وياخذ وقت. انت شوفي الوقت، لازم تحددين الوقت لعملك يكون موازي مع وجودك بالبيت مع الأولاد. تنطين مثلا حق الأولاد أيضا، حقش لنفسك كهوايات أيضا، أنه أنا أمارس هواياتي، أنه مثلا أنا والدة اليوم أقعد مع بناتي أشوف. ما يصير أنت كوالد أو كوالدة أنه تشيل إيدك من كل شيء، والله أنا بس دا أشتغل وأجيب لكم خبزة وها هي بعد أحد يطلب مني هو شيء. اللي صاير يعني هو هذا اللي حاصل، اللي صاير أنه الأم تعرف مشاكل أولادها، لأن هي إذا كانت ربة بيت أكيد. هي المشكلة الحاصلة والكبيرة أنه هو عنده شغل كأنه هو
رئيس وزراء صراحة. وكأنه هو يعني وقته مشغول 24 ساعة. ما يقدر. الأم كذلك، حتى المرأة، المرأة تجي على نفسها، يا أختي إذا أنت ما تقدرين أن تواصلين بعملك ومسؤولياتك في البيت لا تواصلين. لأن هي إذا تخلق مشاكل وتفكك أسري كلش كبير، لأن لا يوجد لا محققين التوازن النفسي ولا محققين التوازن العملي ولا محققين التوازن بعلاقتهم مع الأبناء. أحسنتي. هذا كله يحتاج للتنظيم، هو لازم ينظم نفسه، لازم ياخذ عمل ساعات تكون قليله، مو كلش مجهد اني والله مثلا اطلع من السبعه اجي للعشرة بالليل. زين انت بالعشرة بالليل هذا البيت اشكال الوان يصير بالنهار، ما تعرف مثلا ابنك شي يتعرض او بنتك مثلا. صحيح. مو او هي الزوجه نفسها تمر بمواقف كثيره تشيلها وحدها المراه، يجوز تتعرض لحوادث بالبيت مثلا او شغله، بعد هو راح يكون اخر من يعلم، ما راح يعرف بهذه التفاصيل، يعني ما حد راح يقول له والله الاخ يجي تعبان. هذه ميزه. الجانب المادي مشكله كبيره الكل يعاني منها. انه كيفيه اني اليوم اسوي توازن مادي بحياتي الماليه، المال اين يذهب، وين اقدر احط فلوسي. المشكله انه الفلوس يعني هي صارت الشاغل عند الشباب، شاغل إيه؟ أكثر من الحب وأكثر من العائلة للأسف الشديد، مجتمعنا. وأكثر من الصحة وأكثر من ماذا أريد أنا نفسي، شنو 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 حق نفسي، شنو حق روحي علي. اللي صاير إنه مسؤوليات كثيرة، ضغوطات، يعني الشباب بدهم يضغطون على نفسهم من ناحية الجانب المادي، بالتالي يوقعون بمشكلة كبيرة. ياخذ حتى وظيفتين في آن واحد، قلت لك اني حتى يضغط على نفسه التوازن المادي عن نفسي. يعني هاي هذا الجانب هذا الشيء غلط. انت شوفي طاقاتك شنو جسديه، طاقه جسدك تتحمل شغلين مثلا بيوم واحد، مثلا انت هنا عندك اليوم مثلا برنامج، او مثلا العصر عندك مثلا ايضا فد برنامج او ندوه او مؤتمر او شغله، مثلا تقدرين توازنين انت صحيا جسديا، تقدرين هذا الامر؟ يعني هي المشكلة المرات لما احنا ننشغل بشيء، حياتنا، مستقبلنا، مسؤولياتنا، بوضع تخافين من عنده، بالتالي تضغطين على نفسك، تدخلين نفسك بدوامات، يعني هي هاي المشكلة. يأثر على الصحة. يأثر على الصحة ويأثر على التفكير أكيد. يأثر على الصحة، هو يبدأ من الصغر. ليش احنا نقول التوازن بعدين بالكبر؟ أنا بالكبر شلون أحافظ على صحتي إذا أنا من البداية ما متوازن وما مخلي لي جدول نظام معين لحياتي او هيكليه حلوه ترتبني؟ مجتمعي اولا متعب، الاقتصاد عندنا تعبان، الوضع السياسي مخربط، هذا لا تنسين كله ياثر عليك انت. احنا مو عوائل ريلاكس وبلد يعني مرتاح ماديا ونفسيا وعاطفيا وبمزاجنا، كنا تنشن الشارع هو تنشن. لا حبيبتي، احنا هنا بلدنا تتحكم بامور كثيره. انا اليوم من اريد اوازن هذه كلها لازم الامور تنصلح. صحيح. تنصلح من جوانب معينة حتى أنا كإنسان أشوف دوري. أسليش دول الخليج عندك ناجحة تماماً ونساء النجحان، مع أنه إحنا أكثر كفاءة وأكثر ذكاء وأكثر يعني هواي تفاصيل ما نريد نفوت بها، لكن إمكانيات دولتنا بسيطة وقليلة. هناك يعني ساحة متوفرة لهم لإثبات مواهبهم وهناك دعم. ست بتول أنا كلش فرحانة التقيت فيك أكيد. ست بتول محمد كباحثة اجتماعية، وشكرا على النصح وهذا الكلام اللي نتمنى اليوم أنه كلنا نستفاد من عنده، أنه كيفية خلق التوازن بيئة الصحة، بيئة العمل، بيئة البيت، بالحياة العاطفية وأيضا مع العائلة. شكرا جزيلا على وجودك. مع السلامة. شكرا جزيلا. ننتقل إلى المواهب الشبابية تستحق إلى الدعم، لكن قبلها أكيد يا ربي نقول أنه الله يخفف هذه الازدحامات اللي صايرة اليوم، وإن شاء الله الجميع أكيد واصل للمكان أو العملة أكيد. طبعا هي بالآونة الأخيرة نشوف اختناقات كثيرة بالشوارع، فياريت أنه أصحاب المسؤولين وأصحاب المعنى بهذا الموضوع أنه ياريت تلقون حلول للشوارع العراقية. ننتقل إلى المواهب الشبابية تستحق للدعم، دعم مورنينج لايف بالكمية الكثيرة ولا يوجد نوعية، نبحث عن النوعية من خلال المواهب التي تستحق الدعم. ويانا راح يكون سجاد، حاضر ويانا، أهلا وسهلا بك سجاد، نورت مورنينج. علي الماجد، أوكي، أهلا وسهلا علي الماجد، ممثل، نورتنا.
اعتذر، شفتك على ستات ولا يهمك، لانه اصدقاء فغلطت اكيد باسمكم، اعتذر جدا. بدايه اول شيء اهلا وسهلا بك. اهلا بك وحياك الله. اهلا بك. انا اليوم كله اغلط بالدكتوره وبالست. المهم شلون وصلت؟ شلون الشوارع والاختناقات؟ والله يعني لا باس بيها. تمام ها؟ جيده الحمد لله. نعم. بدايه خلينا نعرف على بطاقتك الشخصيه علي. نعم. من تكون وشلون حبيت التمثيل؟ شو كنت دخلت التمثيل؟ سولف لنا. أنا علي ماجد جاسم. نعم. طالب في كلية الإعلام وممثل. بداية التمثيل بديت به من عمري 9 سنوات. حلو. واستمرت هاي الموهبة في تنمية وصقل إلى أن وصلت لها المرحلة. هالمرحلة صراحة اليوم الممثل مرات ممثل دراما، ممثل مسرح، لكن تستهويني جدا موهبة التمثيل بالمسرح. أحس أنه رسالة توصل بشكل أسرع وأفضل، فدائما يستهويني المسرح حقيقة. طيب ما هي إنجازاتك؟ إنجازاتي حقيقة على صعيد الجامعة يعني مسرحية أنا العراق، أيضا أنه أعتقد السومرية همين غطتها. صحيح. أي أنا العراق بجامعة بغداد، مسرحية عن المخدرات لاقت انتشار والحمد لله. أما باقي الأعمال درامية دينية. حلو، بالتوفيق. خلينا نتكلم على الفنان العراقي، شلون تشوف الاهتمام بما يقدمه خاصة على الصعيد الحكومي المؤسساتي؟ حقيقة الاهتمام بالممثل دائما أنا أحب أكون إيجابي. نعم. حقيقة، لكن إيجابية بصدق. شلون إيجابية بصدق؟ إيجابية بصدق يعني وإن كانت واقعية أكثر، يعني إيجابية بصدق هي سلبية. الأغلبية الشباب يقولون أنه لا يوجد دعم من الحكومة. يقال أنه ماكو دعم من الحكومة، لكن اليوم الموهبة اللي تثبت روحها الشخص اللي يثبت روحها ويثبت أنه إنجازه حقيقة يفرض على المقابل أنه يخلي، لكن أكو مواهب يعني يراديها بعد صقل أكثر، فحقيقة جائز أنه يمشي طريق المحسوبية وجائز أنه ما يستقبل. بس الموهبة اللي تكون بالحقيقة يعني هي تفرض روحها وتجبر المقابل أنه يختارها، لا راح يختارها بعيداً عن المحسوبية. خلي لا دائما نتكلم بالمحسوبية وبهاي المواضيع، لأنه بالحقيقة الموهبة هي موهبة، أنه رحتي أو أجيتي الموهبة هي تفرض روحها. احس عندك ايجابيه هوايه يعني. طبعا حلو. اليوم حلو عندك هذه الايجابيه، لكن احنا خلينا نحكي على الحياه الواقعيه. اذا تسمح لي علي. نعم. اللي صاير انه اكثر الشباب عندهم مواهب، لكن لا توجد الاماكن او الساحه اللي تدعم هذه المواهب، تستقطبهم. البيئه بالضبط. تستقطبهم، تطورهم، تدخلهم ورش تدريبيه. هي مو الانسان مو يوقف بمكان واحد، الفن بحر. أكيد. إيش قد ما تتعلم تبقى أنه أنت محتاج إلى أدوات تكتسبها وتتعلمها حتى تنجح بها. أكيد طبعا. البيئة، هل يوجد بيئة للشاب العراقي والشاب العراقية أصحاب المواهب مثل حضرتك ومثل غيرك؟ نعم. مدعومة من قبل الحكومة، أي تحاول أنه تسقلها؟ هسه اليوم الشجرة تكبر بس تحتاج إلى تجذيب. نعم. تحتاج. نعم. إلى ماء. نعم. تحتاج إلى رعاية، صح لو غلط؟ نعم صحيح بالضبط. قلت لك يعني اليوم الدولة صراحة اهتمامها قليل بالكل، يعني قلت انه احكي بإيجابية حقيقة، بس اهتمامها قليل بالكل. فمن ناحية الفن اكو اهتمام لكن مو بالصورة المطلوبة. شنو ابرز الاساسيات التي يجب القيام بها للنهوض بواقع الفن العراقي حتى يصبح منافس على الصعيد العربي؟ الأساسيات أنه يجب أنه اختيار المواضيع مثلا على صعيد المسلسلات، اختيار المواضيع الهادفة، ابتعاد عن الابتذال، يعني هاي الأمور حقيقة اللي الكل يعرفها. اليوم أصبح الشارع العراقي مثقف، فاليوم يجب أنه أقدم فتشي يعكس الصورة الإيجابية عن العراق، وإلا ما يصير أنه يعني أكو فد مواضيع بغنى أنه نتكلم. شنو رأيك بالمواضيع اللي دا تنطرح على الدراما العراقية، إن كانت مسرحيات، مسلسلات، أفلام؟ رأيي بها أنا مو بالمحل أنه أوصل أنه أقل. لا، رأيك كشاب عراقي، عراقي. وكممثل. وعندك نظرة دائما تجيل هذا. أنت كم يوم، إيش قد مواليدك؟ أنا 2001. 2001 العمر كله. صحيح.
جيل الألفينات دائما عندهم نظرة أو رؤية مستقبلية للأمل، للتفاؤل، للحب، للسلام. شنو رأيك بالمواضيع أو بالقصص التي تدار وتمثل من قبل الأفلام والمسرحيات والمسلسلات؟ قصدك على الصعيد أنه حكومة أو على الصعيد أنه لا بشكل عام؟ بشكل عام بشكل عام بشكل عام حقيقة أكو مواضيع هادفة، أكو ممثلين صراحة ملاقين الفرصة، يعني راح نرجع لهذا الموضوع همين، بس مواضيع جدا هادفة وجدا يعني تعكس الصورة الإيجابية، لكن هناك مواضيع يعني مبتذلة. عندنا طاقات شبابية هائلة على صعيد التمثيل، من نستقبل البعض منهم أول جملة يستخدموها ما ينطونا فرصة. برأيك هل فعلا ما منطيهم فرصة لو أصلا الفنان هو مدى يسعى ومدى يطور من نفسه؟ اليوم إحنا نحكي بجدية ونحكي واقع. نعم. واقع أنه إذا جينا على الفرصة، الفرصة يعني ماكو الفرصة اللي انه يطوها للشاب. لكن شنو الفرصه اللي تبحث عنها؟ لانه مثلا اللي مثلا كل ممثل حلمه انه شنو هو الشاب طبعا انه يكون يمثل بمسلسل انه ينعرف يطور روحه، لكن اليوم الممثل اذا كان مثلا يمثل هو عنده هاي الموهبه، اذا شاف انه ماكو فرصه ما راح يبدع ابداعه مقترن بتمثيله باستقطابه حتى يسقل هاي الموهبه. بالتالي انه يعني حقيقة الفرصة مو معدومة، موجودة لكن مو معدومة، يعني لكن الفرص انه ضئيلة نقول. حضرتك بس ممثل ما عندك؟ انا ممثل ومقدم برامج. حلو. اي ومعد وايضا مخرج مسرح مسرحيات. ما مفكر تدخل بوظيفة اخرى؟ يعني وظيفة غير الجو الآن بي قصدك؟ لا حقيقة، لان انا من محبين جدا للإعلام والتمثيل. وإذا يوم من الأيام التمثيل يعني ما جاب لك الأموال اللي أنت تريدها، ما حقق لك الطموح، ممكن يوم من الأيام تتخلى عنه؟ أنا قلت لك إنه هو أنا شيء أحبه، اليوم الشيء إذا شخص يحب فد شيء من المستحيل إنه يعوفه. جائز يبتعد قليل لكن ما يعوفه. شنو رأيك بالشركات اللي تحتكر الممثلين؟ هل منصفين بحقهم؟ حقيقة يعني ما داخل بهذا الجو حتى انه اقلش، لكن حسب الشيء اللي اسمعه. لا مو داخل بهذا الجو، انت تسمع اكيد فلان محتكر. يعني طبعا هيك جوابي يعني على اساس هذا الشيء شيء الاسمع. انه الاحتكار حقيقة مرات انه يكون منصف للشخص ومرات يكون ما منصف، مرات تجي للشخص فرصة ما يقدر يستغلها لانه هو محتكرينه. مرات لا انه يكون هذا الشيء منصف للممثل، فيعني الجانبين انه جانب اكو سلبي وجانب ايجابي. زين شنو رايك بالاعمال الدراميه؟ دائما نلاحظ انه برمضان هو احنا نعرف دائما متابعتنا للاعمال الدراميه اكثر شيء بشهر رمضان الكريم. نلاحظ انه اكو احتكار القنوات، يعني محتكره ممثلين محددين. صحيح. كل سنه نفسهم. لا توجد يعني ماكو اعطاء فرصه للممثلين الجدد، اشكاء وجوه جديده قليل. صح. جدا يعني هي هاي طبعا بهواي يعني برمضان هذا ولا الفات والفات، يعني اقترن انه وجود انه شخصيات اللي هي تظهر كل سنه. يعني اكو شباب لكن مو بالمستوى. يعني انت مع لو ضد؟ ضد انه الممثل يبقى انه على مدار السنين هو يبقى، لازم اكو فرصه للشباب. اليوم شلون تبحث عن الفرصه علي؟ ابحث عن الفرصه اليوم وما للانسان الا ما سعى. فاليوم الشخص لازم يسعى حتى يوصل للشيء اللي يريده، يعني مثلا اليوم اني لو ما عندي فد شيء ما كان انه جيت بهذا البرنامج. لازم الشخص هو يقدم، هو يتعب على روحه اكيد. يسقل موهبته. شلون سقلت موهبتك؟ سقلت موهبتي بالتمثيل يعني. بالتمثيل طبعا من خلال الاستمرار به، من خلال التدريب، المواظبه عليه، وبالتالي كل ذني جمعا من خلال الحب، يعني حبي لهذا الشيء. حلو.
المحسوبية بالوسط الفني موجودة؟ موجودة بكل مكان، المحسوبية موجودة. خلينا وش نعرف ما هي المحسوبية؟ المحسوبية يعني واسطة بين قوسين، يعني الواسطة انه انا عندي مثلا واسطة بفلان مكان اروح، واسطة مثلا بفلان مسلسل ويا المخرج مثلا او ممثل اللي هو البطل بالعمل اجي انا. شنو رأيك بواقع المسرح العراقي بين الحاضر والماضي؟ يعني حقيقة الجاي نشوفه هسه المسرح العراقي يعني المفروض يكون أفضل، بينما بالماضي كان العراق الأول، بس يعني نقول إنه إحنا ننهض بهذا الشيء، كون الجيل الشباب لازم إنه ننهض بهذا الشيء، وأكيد توفيق من الله سبحانه وتعالى. شلون ننهض إحنا بواقع المسرح العراقي؟ ماذا الواقع يحتاج؟ من خلال محاكاة ماذا يحتاج الواقع؟ المسرح العراقي حتى نرجع مثل قبل أيام الأعياد وأيام المناسبات، كنا يعني المتعة كانت بالمسرح وبالمواضيع التي تطرح بالمسرح العراقي. اليوم المسرح العراقي شنو محتاج؟ اليوم أنا كشخص مثلاً مشاهد أجي أشاهد فتشي، ما أشاهد فتشي إنه مبتذل وما بيه رسالة. اليوم أكو مفكر أوروبي يقول أعطني خبزاً ومسرحاً أعطيك شعباً مثقفاً. فاليوم المسرح لابد انه العفو لازم يكون رساله، يعني شيء خطا بالمجتمع، فشيء لابد انه المسرح يصحح، الممثل يصحح، فلازم احنا ناخذ هذا الجانب، ما يصير انه ناخذ ندخل بجوانب اللي هي الابتذال وبين قوسين انه الرقص، عفوا على هذه المفرده. أنا كلش أشكرك علي على وجودك، علي أكيد علي الماجد، كممثل أتمنى لك الموفقية، كرؤية شكرا. مستقبلية لك يعني آخر كلمة شنو؟ تفضل. رؤية مستقبلية صراحة أنا كشاب إذا استمر أنه طبعاً إحنا نطمح للشباب أنه يلاقون فرصهم ويلاقون الدعم المطلوب. كرؤية مستقبلية إذا استمر أنه دعم للشاب والاهتمام بالشاب فالمسرح العراقي يكون رقم واحد إن شاء الله. أكيد شكرا جزيلا. شكرا ستيلي. وأهلا وسهلا بك. أكيد ربي يحفظك. مع السلامة. ننتقل إلى محور جدا مهم، كيف يمكننا حماية أنفسنا بشكل أفضل في بيئاتنا على الإنترنت. أكيد فهمتوا شنو معنى المحور هذا، أنه مو بالواقع هناك بيئات كثيرة على الإنترنت للأسف تدمر حياتنا ونكتسب شغلات لا من عاداتنا ولا تقاليدنا. البعض يتعلم التنمر، والبعض يتعلم القسوة، البعض يتعلم الأكاذيب للأسف الشديد بسبب البيئة المتوفرة على الإنترنت. لا توجد رقابة، كثير من الأهالي يشتكون أنه لا توجد رقابة ببيئة الإنترنت. الأطفال المحاطين بالآيباد واللابتوب والأجهزة الهاتف المحمول. أكيد اليوم ويانا أهل الاختصاص الأستاذ علي أنور، مختص بحوكمة وأمن تكنولوجيا المعلومات. أهلا وسهلا بك. سلام. أهلا وسهلا عليكم السلام أستاذ علي، نورتنا. أهلا وسهلا بك. بداية، الجميع يخاف من الإنترنت، يعني اللي صاير خلنا نحكي بالعامية، دنخاف نحط صورنا الخاصة بالسناب شات، دنخاف نسوي محادثات على الفيسبوك، على الواتساب، على الفايبر، على باقي البرامج. أكيد خوفنا من الهكر وخوفنا من الشخص اللي ممكن يسرق الحسابات. لا يوجد أمن على بيئة الإنترنت، لكن الكثير واقع بمشكلة الابتزاز الإلكتروني بسبب ثقتهم العمياء بهذه المواقع. فكيف يمكننا حماية أنفسنا من مخاطر الإنترنت؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكل من يشاهدنا عبر شاشتكم. بحقيقة هذا موضوع مهم، يمكن دائما احنا نعيد الكلام بهذا الموضوع، لأنه راح نبقى احنا اليوم مثل ما نسولف عن المخاطر الصحية، مثل ما نسولف عن المخاطر الأمنية وغيرها، اكو مخاطر متعلقة بالعالم الافتراضي اللي هو الانترنت وكل ما له علاقة بالعالم الرقمي. اليوم كلتنا يعني خلي انطفة فكرة وندخل ب اكو يعني شلون نقول فكرة لازم توصل. اليوم فلوسنا كلتنا نخاف عليها، اكيد
مو اكو يخليها بالمصرف، اكو يخليها جوا المخده، اكو يدفنها بمكان. كل واحد يتصرف بطريقه معينه. زين اليوم البيانات اللي تخصنا هي اهم من الفلوس اكيد، لانه انا راح اخسر كل فلوسي احيانا حتى احافظ على بياناتي، او اذا ابتزني واحد. حضرتك اليوم عندك تليفون، اذا مثلا انا اقول لك ايش قد سعر تليفونك راح تقولي لي بمبلغ معين في كذا $1,000 خلينا نقول. بس انا اذا اخذ منك التليفون او سرقته من عندك بيش قد راح تدفعين على موده؟ يعني الاف الدولارات. اكثر من قيمته؟ اكثر من قيمته يمكن ب20 مره. انت تدفعين قيمه شنو؟ التليفون لو البيانات؟ لا البيانات ومعلوماتي الخاصه. تمام. حياتي الشخصيه. ممتاز. هذه البيانات بغض النظر، يمكن اليوم واحد يقول ها مو البنيه او لا، اليوم بياناتنا كلها مهمه. انا خصوصيتي ما لها علاقه رجال مره طفل رجال كبير. مرات واحد يقول لك يا معود انا ايش عندي خلي اخذه، اقول له لا، ممكن انه يتم استغلالك. يعني انا مثلا اليوم انت حضرتك تقولين انا ايش عندي بالتليفون، هاك حتى باسورد بخاله بي، كل شيء ما بي، الله وكيلك. اقول لك اي انا راح استخدم تليفونك انه يعني خلينا نقول في وسيله لابتزاز الاخرين، يوم اللي تصير ملاحقه او كشف انت راح تكونين الضحيه. مشكلة. فاليوم اليوم في خلينا نقول الفهم الحديث لموضوع مخاطر تكنولوجيا معلومات او الانترنت وغيرها، اليوم صار التعامل مع البيانات على اساس انه هي اصول. يعني مثل ما انا اليوم عندي ميز وكرسي، وهذه اصول يسموها غير منظوره، لانه البيانات اليوم هي جزء من ممتلكاتي اللي اني اليوم ما احسبها شقد بس اعرف لها قيمه. اكيد. فقيمه هاي الممتلكات اني كل ممتلكاتي اليوم احافظ عليها، اباوع على سيارتي وعلى بيتي وعلى فلوسي واي شيء عندي ثمين. أكيد. اني احافظ عليه. نعم. زين البيانات اللي هي اليوم اثمن الاشياء ممكن تكون احيانا توصل، احنا ايش نسوي لها؟ شنو التدابير؟ شلون دا اتصرف؟ طبعا اليوم اكو كثير من المواقع التعليميه، اليوم اكو هوايه من المنصات اللي تساعد وتطور بهذا الموضوع. احنا تعاوننا ويا كثير من منظمات هنا بالعراق، وخاصه للمراه انه شلون تحمي نفسها في بيئه الانترنت او في العالم الرقمي. الموضوع ست هو مو موضوع اليوم انا وياك وبرنامج ونطلع لها، الموضوع لازم يكون هناك استراتيجيه وطنيه لحمايه يعني مثل ما اليوم حماية البيانات الخاصة لكل الناس شخص. يعني اليوم ما عندنا قانون يحمي البيانات، ما عندنا قانون مثلا العلاقة بالخصوصية. يعني هي نوعا ما بالآونة الأخيرة نسمع أنه أكو هناك يعني نوعا ما حماية لبعض الشباب اللي متعرضين للابتزاز. يعني حكومتنا دا تحاول أنه صح هذا الموضوع، لكن الأغلبية متعرض للابتزاز والأغلبية ما يقدرون يروحون يحكون ويا الحكومة خوفا من وصمة العار وخوفا من الموضوع أنه لا يوجد بيه تكتم ولا سرية ولا خصوصية. خلينا نروح إلى البيت وأطفالنا. نعم. اللي هم يعني البنية، أطفال المستقبل أو جيل المستقبل اللي بداية، يعني إذا إحنا نذكر نفسنا من كنا صغار ونقارن نفسنا بهذا الجيل لا مستحيل، أكو فرق، لأنه عولمة معلومات كبيرة دخلت لنا بلحظة معينة بدون أحم ولا دستور عقولتهم، وبدون نقول ستيب باي ستيب. 40 سنة إحنا بدون إنترنت، وفجأة تاحنا الإنترنت واستخدام بلا حدود. بالتالي خوف العوائل على أطفالهم، وشلون اليوم نخلق بيئة محمية لأطفالنا من بيئة الإنترنت اللي سببت مشاكل كثيرة للأطفال. نعم. شوفي ست، اليوم مفهوم حماية الأطفال أو إحنا نسميه ما يسمى بمراقبة المحتوى. نعم. اليوم الإنترنت بمحتوى بأنواع، بالسلبي وبالإيجابي، باللي هو للكبار باللي هو للصغار، يعني المحتوى متوفر. ولكن اليوم للأسف مثلا العراق المحتوى غير مراقب. يعني في كل دول العالم معظمها أكو من يبوبها من باب الحريات أنه الشخص إلى علاقة ويقدر. نعم. ولهذا في بعض الدول ومن ضمنها العراق اللي هو يؤمن أنه المحتوى موجود وممكن أي واحد يوصل للشيء اللي هو يريده سلبا أو إيجابا كذا، إحنا ما راح نراقب ولا راح نسوي كذا ولا كذا.
هذا منظور. منظور آخر يكون هناك من يدعو لا، يقول الحرية هم لها قيود. أنا اليوم ما ممكن أنه أخلي المحتوى بهذه الطريقة، لازم أنا أخلي قيود. طبعا مرة نحكي أنه هذا ممكن هيئة الإعلام اتصالات من خلال ضوابط تخليها على شركات الإنترنت وتقيد المحتوى، هذا من باب. من باب آخر مثلا في مؤسسات الدولة اليوم يجب تقييد، يعني اليوم أوكي أنا ببيتي أريد أباوع بكيفي، بس في مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة بدت إحنا نسميه الويب يعني الفلترينج، إنه الكونتنت بعد المحتوى هو مو متاح وين ما تريد لأي شخص. يعني مثلا اليوم السوشيال ميديا صارت تعطل الموظف عن عمله، فبدت تقوض بس اللي يحتاجها ممكن يشتغل عليها. إذا نجي للأطفال اليوم أنا أوكي إذا هو ماكو قانون، إذا هو اليوم ماكو تعليمات ماكو ضوابط، فأنا إيش راح أصير عندي؟ والرقابة، رقابة الأهل هي الأهم. أنا يعني. أنا دايخ بالعيشة وزوجتي موظفة وهي حايرة ما أعرف وين وملتهية، وهي الأغلبية يريدون يخلصون من بالضبط كلام الطفل وحكي الطفل، يعطوه آيباد وكيفك. هو أنا شلون أخلص حتى بالمطعم بكل مكان نلاحظ هذا الشيء. يعني هو بكى أخذ التليفون أسكت. أي. يعني هاي الملهية الجديدة، كانوا قبل أكو ملهية سقاموا يطلع ديجيتال شوية متطورة. صحيح. فأني شلون أراقب هذا الطفل؟ طبعا هذا الطفل اليوم المحتوى ما مسيطر عليه، تعرفين اليوم حضرتك من تباعين على اليوتيوب فجأة يطلع إعلان، صح؟ هذا الإعلان شنو؟ ممكن يطلع بمحتوى ما يناسب عمره. أكيد. إضافة إلى هذا أكو برامج ممكن أنا كأب أراقب بها أطفالي، أراقبهم طبعا على أكثر من مستوى. نعم. مرة أحددهم بالمواقع المسموحة وغير مسموحة، مرة أراقب هم شي يستخدمون بتليفونهم. أكيد. وإضافة لهذا أحدد وقت الاستخدام، يعني أنا مثلا ما أقدر، تعرفين مدارس وكذا ما أقدر أخلي الوقت مفتوح إلى. أكو برامج، أشهر هذه البرامج اسمه Family Link، معروف وهو مجاني، ممكن الناس طبعا يستخدموه، موجود شروحات عليه بالانترنت، ما يحتاج اليوم أنا وانت نعرض شيء للناس. أكيد طبعاً. أكيد. يعني اي واحد يبحث بالانترنت على Family Link راح يشوف انه هو ممكن يراقب ابنه. حلو. زين، ما تحسبها انتهاك لحرية؟ يعني بعض الآباء يعني يحسون أو يحسبون أنه لما يروحون يراقبون أطفالهم شنو يتصرفون بالإنترنت أو شنو البيئة اللي تناسبهم بالإنترنت، يحسبوها انتهاك على أولادهم. هي اليوم أكو فرق بين أنه المراقبة وبين التجسس. أكو بعض الآباء، أنا أفضل التجسس أفضل. مو والله يعني صراحة أفضل أنه يعني قصدك الأب يتجسس أكثر من ما يراقب؟ مو يراقب، لا، أنه يحاول يصادقه ويعرف شنو يحب ويغير من، يعني مو يغيره بالتأنيب. ودائما نقول إحنا بيئة العسكر ما تنفع ويا الأطفال، أنه لا، أصادق ابني وأقنعه بطريقة صحيحة واقعية حتى لا يرجع لهذا. إحنا كنا نعرف كل ممنوع مرغوب، خلي نروح إلى الشارع العراقي ونشوف استطلاع ونشوف آراء الناس اللي هو الأهم. طبعا. أكيد ببرنامجنا مع زميلي أمير الخفاجي. تفضل أمير. تحية طيبة لكم زملائي الأعزاء في استوديو مورنينج لايف ولضيوفكم ومتابعي برنامج مورنينج لايف. اليوم الحديث عن كيفية الحفاظ على بيئتنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما وأنه أغلب وقتنا صار هو باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو مواقع الإنترنت أو المواقع الإلكترونية. شو ممكن أنه نقدر نسيطر أيضا على أطفالنا عوائلنا من خلال التلوث البيئي اللي موجود داخل هذه المواقع؟ خليكم ويانا خلينا نستطلع آراء المواطنين. تلغي الإنترنت لازم، تلغي الأقمار اللي قاعد تجيك المسيئة، سيطر عليها. بالضبط. ما نقدر نسيطر على أطفالنا؟ ما تقدر، يعني هسه أبسط شيء هذا اللي تيك توك، هو مو تقلب تلقى بيه يعني لقطات عزبت مو حلو، زين، حتى الكلام مو حلو، زين، وللأسف يعني هو اللي صار مثل ما تقول تداول عندنا صار عادي. هذا كله بيد الحكومة. شلون بيد الحكومة؟ هسه لا تنزل باكر قرار وحكومة قوية كل شيء ينتهي، بس حكومتنا ضعيفة، حكومتنا ضعيفة وفاسدة. والله يعني ورا ثقافة الإنسان، يعني ثقافة أنت من يمسك، يعني من يمك تثقف نفسك أنت، يعني تريد تروح للطريق هذا الخطأ أو الصحيح. زين، أسألك، ممكن أنه أنت كشاب واعي تقدر تسيطر، بالنسبة للأطفال شو ممكن نقدر نسيطر؟ والله أنا من رأيي ما تطل للطفل الموبايل، لا يستخدم إنترنت. أول شيء أثر على دراسة،
ثاني شيء ياثر على كل شيء، اسلوب شيء يعني هو جاهل وبيده موبايل يعني ما مشكله كبيره. ما تقدر تخطي يعني بكل شيء، وين ما تروح بالفيس تلقاها، باليوتيوب تلقاها، بالتيك توك تلقاها، الا تمسح البرامج كله، الا تعبر التليفون كله. يلا تقدر تتخطى هالسالفه. زين ممكن انه انت كبير بالعمر ومثقف، زين الطفل او المراهق شلون ممكن نقدر نسيطر عليه؟ السيطره عليه ما تعطي جهاز موبايل اصلا نهائيا. يلا تسيطر عليه. لان هسه التواصل الاجتماعي كله بهذا الجهاز، العالم كله هنا قلب هذا التليفون، الطفل كل شيء يتعلم. والطفل يعني مثل ما تقول بسرعه ياخذ، وهذا التليفون كل شيء علمه كل شيء يسوي. احبتي المشاهدين وصلنا وياكم الى ختام استطلاعنا لهذا اليوم، نتمنى لكم وقت طيب، نتمنى نشوفكم بخير وسلامه بعيدا عن كل التلوث سواء كان بيئي او حضاري. ختاما هذه عوده الى زملائي في استوديو مورنينغ. شكرا امير على هذا الاستطلاع. شخص من الشخص اللي تكلمت قال انه خلينا نلغي الانترنت خلاص ما اريد. احنا هذا الراي نسمعه مرات، اكو ناس يعني الكبار وحتى قسم من عندهم الشباب يقول لك والله هذه الموبايلات وهذه التكنولوجيا والستلايت والقنوات ويعني من دخلت خربت البيوت، سوت مشاكل كذا كذا، اذا خليني الغيها، هذه لعنه اجت علينا. لا انا الحقيقه اليوم انا ما ممكن ارفض تطور لانه اكو من يستخدمه بطريقه مو صحيحه، هذه نقطة. النقطة الثانية انه انا اليوم خلينا نلغي السيارات، مستحيل ما نقدر شلون نوصل يعني وسيلة انا اليوم مواصلات اكو هواية يعني اليوم هذه التكنولوجيا اللي وصلتنا بها كثير من الفوائد اللي هي مشي حياة ناس. اليوم المصرف ما يشتغل، الجامعة صارت، شفنا بجائحة كورونا لو ما الانترنت الحياة تنتهي. طبعا التواصل اليوم ثلاث اشهر احنا بالبيت مو لو ما انترنت يعني اليوم سهل. التواصل صار اسهل من خلال ما موجود عندنا يعني احنا اليوم صار حتى يعني جزء من الكلتشر من الثقافه انه اللي يصير عنده وفاه تشوفين القطعه مال وفاه ينزلها بحسابه على الفيسبوك، لان يعني شلون اعرف صار عنده حاله وفاه؟ هذه بعد صعب يعني احنا هسه مرات احنا نرجع نفكر نقول اصلا احنا شلون كنا عايشين يعني قبل فترة. خلي أنا أجرب اليوم أقطع عنك الإنترنت لفترة معينة، راح ما تقدرين. شنو رأيك بفكرة أنه نحط الإنترنت لثلاث ساعات باليوم؟ بس ثلاث ساعات؟ فرضي شوفي شنو اللي راح يصير؟ اليوم المفروض إحنا نحكم نفسنا نستخدم ثلاث ساعات. ليش؟ من يحكم نفسه؟ اليوم طبعا لأنه هذا جزء من ال احنا اول ما نقعد من النوم بالضبط راسا ندور على التليفون، ما ندور نشرب مي، ما نقول بسم الله، ونقول يوم سعيد، نشوف الجو شنو، او نصبح او يا اهلنا نتريق بعدين نشوف مثلا سوري نفطر وبعدين نشوف شنو التليفون او محتوى التليفون. نرجع الى موضوع احنا ما كملت، انا قطعتك اعتذر جدا لان رحنا استطلع على خصوصيه الاطفال اذا الاب يتجسس او يراقب. نعم احنا نقول مع المراقبه وليس التجسس. ليش؟ لانه احنا ما نريد اليوم يتم التعامل بعدم الثقه. نعم اليوم طبعا التوجيه الصحيح والتثقيف الصحيح هو افضل شيء، هذا طبعا عالميا موجوده المشكله. اليوم الانترنت بيخطر على الاطفال وعلى الشباب وعلى المراهقين بمخاطر كلش عاليه. بس اليوم الحكومه خلينا نبدا من الدوله وصولا الى الاب والاسره. اليوم مثلا الدوله هي تروح تبدا من مناهج التربيه والتعليم. يعني اليوم بالمدارس ما عندي شيء يعلم الطالب على ثقافه الانترنت واللي هي جزء من حياتنا. مثل ما كان قبل عندنا الاسريه والاخلاقيه والكذا اللي هي ان شاء الله على الاقل اخلي منهج. أنا دائما أدعو أنه وزارة التربية اليوم لازم تثقف الأطفال وحتى المراهقين في المتوسطة والإعدادية شنو الاستخدام الأمثل وشلون يحمي نفسه. كثير من المراهقين والمراهقات اليوم هم أكثر الضحايا بالابتزاز، لأنه هي خطية ما تعرف. هي مرات أكو مشكلة أخرى هم أنا خلي نقولها، اليوم بسبب حفلات خاصة يصير تصوير ويطلع تصوير، بحيث يمكن تلاحظين مشكلة كبيرة هذه صارت اليوم اكو كثير من الاعراس سلم تليفونك قبل الدخول. يعني انتو حتى بعض العيادات
طبية سلم تليفونك من تدخل للدكتور، لأن بعض الدكاترة والمختصين أصبحوا يخافون على أنفسهم من اللغط والتصوير والتسجيل اللي دي يصير. خلينا نتكلم من خلالك، هل توجد توجيهات أو طرق يجب اتباعها يتبعها الوالدين أثناء الحماية، حماية أطفالهم؟ أولا قلنا أكو برامج مراقبة خاصة، هذه واحدة. اثنين، أنا قبل ما أراقب لازم أنا عندي ثقافة. يعني الأب اليوم إذا هو ما يعرف، فإحنا ندعو الآباء أنه يبدأ هو بتعليم نفسه ثقافة صحيحة أكيد. حتى يقدر يراقب بشكل صحيح. وإلا اليوم وين المشكلة؟ أنه هو الأب ما يعرف، يعني هو يمكن حتى إذا يريد يراقب الطفل أذكى منه في استخدام هذه التكنولوجيا صحيح. فعليه إحنا ندعو أنه يبدأ الأهل بتثقيف نفسهم، زيادة الوعي في استخدام أفضل. وطبعا هذا الموضوع حتى لو يبحث يكتب أفضل ممارسات استخدام الإنترنت، أو يكتب أفضل وسائل الوقاية من الإنترنت أو من الخروقات. أصبح الإنترنت يعني مشكلة أكبر من المشكلة السياسية اللي إحنا نتعرض لها، يعني بصراحة هناك مشاكل هي مشاكل كبيرة بالشارع، وكنا نخاف من إنه الوضع غير مستقر، الأمن الغذائي، الموازنة، المسؤوليات، البطالة. نعم. لكن المشكلة الكبيرة اللي صايرة هي بالإنترنت، حرب. حتى سياسيا الناس تخاف من الإنترنت، تشوف دائما الحكومات تحاول توقف الفيسبوك، تقطع الانترنت، لانه به مخاطر، لانه اليوم هي وسائل من اداره الوعي الجمعي وغيرها من هذه الامور. نرجع للاطفال وللاهل، فاني ادعو دائما اقول الام والاب لازم هم يزيدون وعيهم، يروحون يشوفون شنو. طبعا بالمناسبه اللي هم يقدرون اكو اجهزه خاصه اليوم، شلون احنا الراوتر اللي عندنا بالبيت اكو نوع من الراوترات هو بامكانيه حجب المواقع. إذا يروحون بالسوق اليوم، أنا أستغرب الأب من يجيب راوتر البيت يقدر يسأل أبو المحل يقول له أنا أريد راوتر بحجب مواقع، راوتر يمكنني من مراقبة مثلا الأطفال. حلوة معلومة جديدة، حلوة. وموجود بالأسواق، هو شوي أغلى من الباقي بس يعني بمراقبة. بس اليوم أنا أريد أطمئن، أنا أي. أطفالي إيدهم مو بالتليفون، إيدهم بالنار صحيح. يعني هذا ممكن في أي لحظة تحرق النار، تحرق هذه النار، تحرق البيت. بالضبط. يعني أكو مصادر خطر اليوم موجودة بالبيت، أي استخدام خاطئ ممكن يدمر عائلة بالكامل. فلازم أني أثقف نفسي، أتعامل بجدية أكثر ويا الموضوع، وأحط حماية يعني حوالين بيتي وأطفالي، خاصة من بيئة الإنترنت. الأستاذ علي أنور، كلش فرحت التقيت بيك، وشكرا على هذه النصائح المهمة. إن شاء الله الأهالي اللي عندهم خوف من الإنترنت وفوبيا من الإنترنت على أطفالهم، أنه يعني يفهمون هذه النصائح المهمة ويحاولون يطبقوها أكيد. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا. ننتقل إلى أهم الأخبار الموجودة بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم، ماخذ دور زميلتي طيبة، أكيد صحة وعافية، متوعكة صحيا، بس إحنا من واجبنا كمورنينج لايف أنه نعطيكم آخر الأخبار الموجودة أكيد بمواقع التواصل الاجتماعي المحلية العربية العالمية. بداية، أمانة بغداد تعتزم بإنشاء معملين لحرق النفايات وتحويلها لطاقة كهربائية. طبعا هذا الموضوع بحالة احنا بحاجة الى معامل تحرق النفايات وتتحول لطاقة كهربائية، اسوة بالبلدان العربية والغربية اكيد، لنحل مسألة الطاقة الكهربائية اللي هي مشكلة عندنا بالصيف وبالشتاء. الخبر الثاني، عامل ينقذ امرأة من الاختناق باللحظة الأخيرة، ورد فعل زوجها كانت صادمة جدا. طبعا بداية يعني نتمنى أنه يعني الأشخاص اللي ينقذون يعني من الاختناق باللحظة الأخيرة هي بحد ذاتها تضحية كبيرة. فهذا الخبر بصراحة به هواية إيجابية. بداية، إصابة تلميذة بنزف حاد في المخ بسبب ضربة معلمة بالآونة الأخيرة. للأسف ده نسمع أنه رجع
العنف المدرسي من المعلمين تجاه الطلبة، والله يحمي أطفالنا، وين وزارة التربية والتعليم من هذا الموضوع؟ الخبر الرابع، بسبب الوزن الزائد سقوط 7 فتيات في حفرة أثناء احتفالهن. يعني هو خبر هذا بحد ذاته أنه يا ريت اليوم نتجنب الوزن الزائد، يعني مشكلة إذا كان وزننا فوق الحد، بالتالي يعني وقوع الفتيات بحفرة أثناء احتفالهم بسبب وزنهم الزائد. الخبر الخامس، أمريكي يعثر على كنز أثناء تناوله المحار، مبارك له، حظ حلو. الخبر السادس، دراسة تناول الرز الأبيض والخبز يزيد فرصة الإصابة بمرض الشريان التاجي. يعني إحنا للأسف بالعراق كلش نحب التمن أو الرز، بالتالي نحاول أن نخفف منه لأن ممكن يصيبنا بأمراض مثل مرض الشريان التاجي. هاي أخبارنا لهذا اليوم، وأكيد افتقدناك يا طيبة، إن شاء الله صحة وعافية. ننتقل إلى الشاعر سجاد عماد، نتعرف عليه من خلال مورنينج لايف. أهلا وسهلا بك سجاد، نورتنا. السلام عليكم. شو الأخبار؟ عليكم السلام، حياك الله، نورنا، أهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا. البطاقة الشخصية لك سجاد عماد كشاعر، منو أنت وشلون صرت شاعر وشنو إنجازاتك؟ أكيد أولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا على الاستضافة الجميلة. أنا سجاد عماد من محافظة بغداد، خريج كلية التربية لقسم الجغرافيا. كنت أحب الرياضة وش اسمه أمارس، صارت عندي إصابة. الحمد لله الإصابة تمام هسه؟ لا والله بعد تمام. عمرك ايش قد؟ أنا 25. 25 فقط شاعر؟ نعم فقط. كنت قلت لك ألعب. لا يعني ماكو وظيفة؟ لا والله قاعدين. قاعد طبعا. الحمد لله. يا قصيدة تعتبرها هويتك الشخصية إذا نروح على القصائد ودخولك لعالم القصائد؟ والله هسه هو الشعر بصورة عامة، يعني اليوم الشاعر أكيد ما تنطلق عليه مفردة شاعر، إذا ما يكون عنده فد منجز، يعني حتى إذا شاب ما يقدر يطرح نفسه للإعلام أو للشاعر إحنا نقول أو للوسط الشعري. نعم. إذا ما كان عنده فد منجز عدة قصائد. نقدر نقول أول قصيدة مو هويتك، يعني مو هوية الشعر اللي عندي. لا انطلاقتك نعتبرها. انطلاقتي كانت قصيدة أقرأ لك إياها. أي تفضل أكيد نسمعها. قصيدة كانت أول قصادي تقول الشمس لو صح تحب ما تدك كل شباك. الله. الشمس لو صح تحب ما تدك الشباك، وانت وياها واحد يشبه الثاني. الله. كنت تقل باقة وياك للتابوت، وقلبك لأربعين الدفنة ما جان، يلجنك قطار على العواج تعيش، وانا بأول محطة ومرت عداني. الله. ومو كل عوج عوج ينحسب مرات، مو كل عوج عوج ينحسب مرات، السكة تصير عدلة بعين الامتان، وانت عوج عواج الخنجر ومكروه، مكروه ذا عدلك قبل تجرحنا بالجان، ما بيا سواد اشبه قطن مندوف، وروح اسأل ثلج بالقمة تلقان، وانت ويا الكحل قلبك توارد حيل، صفو توم واحد يحس بالثاني، خل احكي على قلبي عنده عتبة وياه، خل احكي واقول شلون اذاني، كنت انا اشوفه بقلبي مو بالعين. الله. او عكس بطرف عينه وقوه شافان، اتلقاه كنت بالضحك بالضحك، واعرف بي يكسر نيته قلبي ما تلقاه، تشيله بصدر حبه وابد ما مرتاح، وترى عود البخور الشفته هذان. الله. ترى عود البخور الشفته هذان. صح لسانك. السوشيال ميديا اثرت على الشعر الشعبي، شنو اللي اختلف قبل السوشيال ميديا واثناء وجودها؟ اكيد تغيرت هواي اشياء، يعني من ضمنها اليوم السرعه، اليوم الشاعر يقدر من خلال تليفون يوصل. قبل كانت القصائد تكتب بالمحافظات على شكل شلون الورقه اللي قدام حضرتك. نعم. وتتوزع بالمقاهي
يعني الناس اللي فقط اللي يعرفون بالشعر يعني توصلهم القصيده. حاليا السوشيال ميديا يعني هوايه فاد الشعراء حقيقه. رغم يعني انه من اي ناحيه فادت الشعراء بصراحه؟ هو الصراحه يعني اليوم احنا مو كله ايجابيه نتكلم الصراحه، انه هو بي جانب سلبي، جانب السلبي صدر هوايه. خلينا ناخذ الفوائد الايجابيه بعدين سلبي. الفوائد الايجابيه يعني موهبتك تتصدر من خلال مواقع التواصل، ما شاء الله عندنا هوايه بسرعه، يعني السرعه والتطور فادت هوايه الشعراء اكيد. نسمع شيء غزل اقول من قلبي حبيتك وصرت النفس، من قلبي حبيتك وصرت النفس، من اول ايام العين صرت النظر. الله. عيونك شفتهن وطن وتقربت ودوختني كلش شامتك بالنحر، من يومها ونسيت اسمي شنو وما شفت غيرك يا حبيبي بشر. الله. ويوميا اسال وبخجل تنستر، شي يصير منك يا حبيبي القمر؟ شي يصير بنكتب عليك القلم يرجف يظل، ومخلى حبك بين سطر وسطر. الله. عيونك وخصرك خذن من العقل، يا عقل يبقوا يمي بس الصور، وبكثر ما انا بصورتك بوست دور بنحرك راح تلقى الاثر، تنام كل الناس الا اللي يحب، واصل لحد خده سواد السهر، وسمعت قالوا عمره عدى ومشى، ورديت كشخل تجاعيد بنار معدل، وسولف كل شي ما خاف ابد معدل، وسولف كل شي ما خاف ابد، وبس يمك لساني يصيب الخد. الله الله، صح لسانك. شكرا جزيلا. برايك مهم الشاعر يروج قصائده من خلال التمويل؟ يعني بالاونه الاخيره بدنا نسمع مبدا الترويج هو المهم، يعني ما يخلي مثلا من يطرح قصيده او يطرح اغنيه، حتى المطربين عندهم هدف الترويج والتمويل هو المهم للوصول باسرع وقت ممكن. برايك هل هو ضروري؟ نعم، اليوم التمويل اصبح متاح لكل المواطنين. نعم. يعني كان احنا نسمع انه فقط بالقنوات او فقط اصحاب الاعمال التجاريه وما شابه ذلك، هسه اصبح يعني متوفر. انا اشوفه ما بيشكال، بس هنا اكو شعراء، دائما الشعراء ست معلومه، الاغلب انه ماديا تلقينا بسيط، يعني مو فقير يعني بسيط احنا نقولها. فالترويج وهاي الامور يحتاج لها ماديات، فالاغلب الشعراء ما جاي، انا ما جاي اشوف يسوون هذا، فقط اللي متمكن يعني ما بها شيء يعني. اي فهمت. طيب تطرح قصائدك على الانستغرام فيسبوك؟ نعم. نزل مقاطع؟ نعم. اللي يتجاوز ويتنمر شنو تسوي له؟ تسوي له بلوك؟ طريقه تعاملك ويا الناس المتنمرين الموجودين بمواقع التواصل الاجتماعي؟ اليوم نتفق ست او النقاد يعني بسرعه. نعم. لا، ما هو التنمر فرع عن النقد، هذا بي دراسة وبناس معنيين، أكيد لازم يحترم رأيهم بشرط أنه يكون هو متمكن. يعني عندك شهادة نقد انقدني، لأن هي شغلتك. لكن التنمر والحالات السلبية، أنت ما طول داخل في مجال معين، يعني مثلا مجال الإعلام أو المجال الفني بصورة عامة، أنت لازم تتهيئ لهاي الأمور. لازم تتهيئ لهاي الأمور، يعني تخلي امامك انه راح تلاقي سلبيات وراح تلاقي متنمرين وراح تلاقي هواي شغلات. فاذا انت تظل بالك يم فلان او يم فلان تعليق او يم فلان تعليق، ما اتصور راح تكمل مسيرتك. الحمد لله والشكر، نقول انا شويه بعيد على هاي الشغله الحمد لله. نسمع قصيده من جديدك؟ نسمع قصيده. اقول شوي حزن حزاين. أنا بطبيعتي يعني المقربين يعرفون ما عندي قصيدة فرح أبداً. هو إحنا هاي ندورها، يعني الشباب الكنترول كلهم يريدون حزن، يعني كلهم تعبانين نفسي. الله يخليهم. أقول ما بي حيل، ما بي حيل ومرض والشادر من صب كل شبر من، ما بي حيل ومرض والشادر من صب هد كل شبر من، ورغم الحزن
والتعب بصدق بجيتك انا وهالمغني. الله. قالوا لي هاك الصور. ذن الصور قلت لهم الذن. حابسها جوا القلب. جوا القلب نار البرود اللي ترد بيها على مكتوب. وتعصب وتنفعل وارجع اتندم وارد ازعل على اسلوبي. الله. او حبيتهن من جبر. من جبر تشيا منك تنوم. قال ليش يا مشامت تحسبهن انت علي وتورجه بعيون. ولا تقل لي حر الوقت. حر الوقت غيرهن رسومك. هذا التعب والكبر والله مو من شمس. والله مو من شمس غيرتني همومك. كنت انت ترسل قلب. كنت انت ترسل قلب. بس هسه فز من رعب لو تمر باحلام. كنت انت ترسل قلب بس هسه فز من رعب لو تمر باحلام مشاعر واكتب لكن من عملتك رافقت بس الجقاره بدي ناسيهن اقلام. والشيب اللي بلحيتي من عندك انت طلع او علا تشوف الخلق ما ذاب بالثام. كنت انت ترسل قلب ترسل قلب بس هسه فز من رعب لو تمر باحلام بس هسه فز من رعب. صح لسانك. شو اخبارك ويا البوديات؟ جيد. نسمع تفضل. البوديات اقول علي الحزن هد حيله ويا حيل قهر وسمعت قللهم ويا حيل ويا حيل إله منين أجيب اللي ويا حيل شسوي ابتعد حزن علي. الله الله. صحت عليك منا جفيت. صحت عليك منا جفيت. ها وين ها ناح الدليل عليك. ها وين ترى بجفاك حال حال. ها وين الوجع للبطن كلي تمددي. الله. أمس وانا برغد نومي. أمس من مرن طيفك فرح يفناي علامك شو بسرعة الحلم يفناي. يفناي قعدت لأنهم هلم حضرين. يفناي صنم ظليت من مريت بي. الله. يوم الرحل من الجسد يرحيل أخوي ما حسبت بيوم. يرحيل متعمد بحبل الوصل. يرحيل لحد ما قطع حبل الوصل بي. الله. يوم الجفف بالدلال حط مية علم. يوم الجفة بالدلال حطميت علة وبعد كل أمال حطميت الطير البيئة والمرسال حطميت من قد ما قهر نفسه علي. لا استرسل باكر ما خلص. صح لسانك. أكو شعراء حصلوا على شهرة كبيرة في مجال الشعر وهم برأيك يستحقون هذه الشهرة لو ما يستحقون هذه الشهرة؟ والله أنا أشوف تقريبا 80% يستحقون صراحة. شنو زين سبب شهرتهم؟ قلت لك قبل شوية ذكرنا أنه مواقع التواصل وإحنا بزمن السرعة أكيد وصلت قصائدهم. مضافة إلى عندنا برامج شعرية ما شاء الله يعني حاليا الشعر والبرامج الشعرية بتطور جدا يعني أخذ مساحته بالقنوات. يعني نشكر جميع القنوات حقيقة على هاي يعني المبادرة واستقبال الشعراء وحتى الشباب. فهذا أيضا كان سبب بنجاح الشعراء ووصول قصائدهم. من أفضل شاعر بالعراق حاليا وقال معد ما جاوب دبلوماسية ترى نسكت. أستاذ علي مبدع. تسلم. من أفضل شاعر بالعراق حقيقة ست يعني مثل شاعر شاب ما يقدر يقيم هاي ما يقدر أبدا ما أقدر ما راح يجاوب. عندنا سلمي لي علي والله العظيم عندنا مبدعين أبدا مو دبلوماسية. ما تقدر تخلي اسم على اسم. كلهم مبدعين كلهم ماخذين الساحة قصائدهم جميلة. حتى الشعراء الشباب عندنا يعني ما شاء الله يعني هذا الجيل الجاي جيل جدا جميل. شنو رأيك بالبرامج المسابقات الشعرية؟ دائما هناك مقدم برامج يكون يعني شاعر قصيدة وشاعر غنائي. بالتالي هل بعض الشعراء استحقوا أن يدورون هيك برامج؟ البرامج الشعرية لو البرامج المسابقات الشعرية. مسابقات شعرية. أكو مسابقات شعرية تقعد لجنة حكام. المسابقات. لجنة حكام تقعد أسماء محترمة أكيد هم يختارون
ويختارون الشعراء يقدمون القصائد من خلال احد البرامج دزوها يوافقون عليهم، خصوصا اذا صارت بالقنوات يدزون القصائد تنطرح امام الشسمه يوافقون عليها ويروح يشترك. بس انت اكو جانب من جانب معين من السؤال مالتك يقول البرامج والشعراء اللي يعني اللي يستضيفون الشعراء بالبرامج، هذا البرنامج مو مسابقات شعريه. يعني عندنا هسه تحياتنا للاستاذ رائد ابو فتيان برنامج تاغلي والاخ تحياتنا لهم اكيد. شكرا سجاد عماد الشاعر، اكيد اتمنى لك الموفقيه بحياتك. شكرا للمشاهدين، انتظرونا غدا بحلقه من مورنينج لايف، مع السلامه.